اعمل هيك، ما عاد بدي اكمل. كونان، هدول الخشبات ما عم يشعلوا قد ما حاولت، وفوق كل هذا الدخنة عم تحرق لي عيوني وما عم بقدر اتنفس منيح، ما بقدر اتحمل كونان. بس يا حبيبتي هذا مجرد اختبار، شوفي لحتى تعجبي ابي وتخليه يقبل انك تكوني كنتو لازم تكملي، لهيك ما لازم تستسلمي ابدا. كونان حبيبي، شو رأيك نستأجر خدامي؟ قصدي هي بتجي لهون ساعتين وبتعمل الشغل اللي لازم أعمله، وأصلاً أبوك ما رح يضل عم يراقبنا، يعني هو كيف بده يعرف إنه نحن جبنا خدامي؟ بس نحن ما منقدر نجيب خدامة، أنا متأكد إنه عيونه علينا طول الوقت. طلعي هونيك. إيه؟ حبيبتي قلت لك انه ابي انا كتير صارم وهو عم يراقبك كل الوقت. ايه شايفه كونال، معقول ابوك يكون عم يراقبني كل هالوقت؟ ها ايه متاكد، لهيك حط هاي الكاميرا. بس ليش ما خبرتني من قبل؟ خلص كونال انت اقعد وانا بهذا الوقت رح روح مشان اطبخ لك. ايه ارتاح. اتفقنا. ارضى علي يا عمي، أنا هلأ رايحة مشان أطبخ. ألو